أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في فعل السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يطردون المردان من مجالسهم؟ ولو طبق هذا في زماننا اليوم فإنهم يذهبون إلى الفساق في أماكنهم، فأنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن ومبتلا بذلك. ما تطردهم، ولكن عليك بغض البصر، عليك بغض البصر والحذر من الفتنة. وإذا علم الله منك صدق النية فإن الله يعينك ويسددك، وإلا لابد من مجالسة المدرس للأحداث، يدرسهم وحفظهم القرآن، ولو طردناهم لفسدوا في مكان آخر. نعم، نتركهم يحضرون المجالس، مجالس الذكر والمحاضرات والدروس، يعني هذا أصلح لهم، ولا نطردهم. نعم.